يعني منى لم تعقب، لم تتحدث، لم تجلب اي تصريحات بعد اللقاء المهم جدا اللي عقدته مع ام محمد عادل في منزل اسرة المتهم. لم تتحدث الإعلامية منى أبو شنب كثيرا، بل أنها لم تتحدث نهائيا، بل أنها لم تتحدث نهائيا. كوابيس وتبول لإرادة استشارة نفسي يحذر من مشاهدة لحظة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف. ممثلة مصرية تتبرأ من نيرة أشرف وتكشف تفاصيل صور الأزمة. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس. كواليس كتير وخبايا كتير، مش اللي حضراتكم سمعتوه في اللقاء وبس، لا دي هتقول لنا كمان ايه اللي حصل بينها وبين اسرة المتهم على هامش هذا اللقاء ورا الكواليس قبل ما تسجل معاهم النهارده في معلومات في غاية الخطورة. خلونا كوابيس وتبول لإرادة استشارة نفسي يحذر من مشاهدة لحظة تنفيذ اعدام قاتل نيرة أشرف. أثر طلب هيئة المحكمة في قضية مقتل الطالب نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام المتهم في الواقع على الهواء مباشرة أو جزءا منه لتحقيق الرد العام في النفوس وضمن عدم تكرار هذا الفعل الشنيع من حوادث القتل والذبح بما يثير الخوف والرعب بين المواطنين جدلا واسعا وسط حالة من الترقب لتنفيذ هذا القرار. واعتبر الدكتور وليد هندي استشاري علم النفس أن تنفيذ حكم الإعدام على الهواء ما هو اللي تعدى على حقوق الإنسان، حيث أن المنظمات حقوق الإنسان حول العالم تمنع من تمثيل الجريمة أمام العامة لعدم رغبة البعض في رؤية مشاهد القتل وإحساسهم بالتعب النفسي واضطرابات القلق والتفكير الزائد في الحادث، إلى جانب تخوف الآباء من مشاهدة أطفالهم لمثل هذه الجرائم وتشويه نفسية الطفل وحرمانه من العيش بسلام وزيادة رهبته من المجتمع. ممثلة مصرية تتبرأ من نيرة أشرف وتكشف تفاصيل صور الأزمة. كشفت الفنانة المصرية الشابة ديانا هشام تفاصيل علاقتها بطالبة جامعة المنصورة الراحلة نيرة أشرف بعد انتشار صورة تجمعهما مع آخرين، وجرى تداول الصورة التي ظهرت فيها ديانا في أقصى اليمين ونيرة في أقصى اليسار، وفي المنتصف ثلاث شبان غير معروفين بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ودفع ذلك ديانا هشام إلى الخروج وكشف طبيعة علاقتها مع نيرة أشرف عبر مقطع فيديو بثته من خلال صفحتها بموقع انستغرام، نافية تماما وجود أي علاقة صداقة أو عمل أو غيرها مع الطالبة الراحلة. وقالت ديانا خلال الفيديو إن صورتها مع نيرة كانت في عام 2020 وفي مناسبة عادية تم دعوتها فيها، وتصادف وجود نيرة التي التقت معها بطريقة عفوية بمشاركة بعض الأصدقاء، وأضافت: قمت من النوم على تساؤلات عديدة عن تداول صورة تجمعني بها، وتم تظليل دائرة الحمراء علي ولا أدري ما المغزى من تلك العلامة، وتابعت: الأمر ما فيه عبارة عن هناك شخصا ما قام بدعوتي لمناسبة عامة وهناك أصدقاء مشتركون بيننا، فتواجدت نيرة في ذلك المكان وكانت الصورة جمعية وبيننا أكثر من صديق، وهي ليست صديقتي أو صديقة صديقة مقربة أو أحد من أفراد عائلتي على الإطلاق. أحمد موسى عن فريد الدب لم يعتذر عن الدفاع عن قاتل نيرة أشرف. قال الإعلامي أحمد موسى أن المحامي فريد الديب لم يعتذر عن الدفاع عن الطالب محمد عادل المتهم بقتل طالبة الجامعة المنصورة نيرة أشرف. وقال موسى خلال تقديمه للبرنامج على مسؤوليتي المذاع عبر فضائية صدى البلد مساء اليوم الاثنين أن فريد الديب أخبره بأنه لن يتقاضى أتعاب من أجل الدفاع عن المتهم، وكشف أن الديب يكتب مذكرة الطعن للحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام محمد عادل أمام محكمة النقد فقط لا غير، لافتا إلى أن الحيثيات والأسباب الخاصة بالحكم مكتوبة بمنتهى الحرفية، لكن بخبرة الديب وتاريخه ورأي بعض الأمور التي تساعده في التقدم بمذكرة لمحكمة النقد. وأضاف: الرجل مكلف من أسرة القاتل ولن يتقاضى أتعابنا، سيبوا الرجل في حاله، ربنا يديله الصحة. من الناس اللي ما غيرش موقفه أبدا عند المواقف تجد فريد الديب وامتن لهذا الرجل وتتبعه لها بعد خروجها منها ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة وإشار السلاح في وجه من حاول الذود عنها. فريد الديب: سأقوم بكتابة مذكرة للطعن لقاتل نيرة أشرف ومش هاخد فلوس. قال الإعلامي أحمد موسى أنه تحدث مع المحامي فريد الديب عن حقيقة دفاع عن المتهم محمد عادل المتهم بقتل طالب نيرة أشرف قائلا:
سألته سؤالا محددا: هل اعتذرت عن القضية وهل قدمت مذكرات دفاعا للمحكوم عليه محمد عادل ولا شيعات؟ الإجابة كانت واضحة من فريد الديب. الإجابة قال الآتي: لم أعتذر ولن أتقاضى أي أتعاب. الكلام ده مهم جدا، يبقى فريد الديب ما اعتذرش ومستمر، لكن مش هياخد فلوس، مش هيتقاضى أتعاب علشان الناس بتتكلم، وفريد الديب لن يتقاضى أي أتعاب من المتهمة. وخلال برنامج مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أكد موسى أن فريد الديب قال: أسرة المتهم جات لي واتكلموا معايا، والمحامي بتاعهم قال لي وجاب لي ملف القضية بالكامل والحيثيات قرأتها، واللي أنا هعمله علشان نخلص القصة سأقوم بكتابة مذكرة للطعن على الحكم الذي أصدرته جنايات المنصورة أمام محكمة النقد. ووصل موسى: اتكلمت مع الأستاذ فريد الديب، واحد من أهم المحامين في مصر، سيقوم بالطعن على الحكم وإيداع مذكرة أمام محكمة النقد، ويكون ده دور على كتابة مذكرة الطعن على الحكم. قضية نيرة أشرف، محكمة مصرية تطالب ببث إعدام القاتل على الهواء. طلبت محكمة مصرية بتعديل تشريعي للسماح بالبث المباشر لإجراءات تنفيذ إعدام شاب أدين بقتل زميلته الطالبة الجامعية، وذلك لردع جرائم القتل المتكررة. المادة رقم 474 تنفيذ حكم الإعدام يتطلب إجراء خاصة في أحد السجون العمومية بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن. بعد أن هزت قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف بيد زميلها محمد عادل أمام حرم الجامعة، الرأي العام المصري لأسابيع، أصدرت المحكمة حكما بإعدام القاتل، وطلبت المحكمة من المشرع إصدار تعديل يتيح نشر وإذاعة علنية لتنفيذ حكم الإعدام ولو جزء من بداية التنفيذ. وطلبت المحكمة استدعى السؤال: هل يجوز في مصر بث عملية إعدام قاتل طالبة المنصورة على الهواء؟ وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام المصرية عن خبراء القانون، تنص المادة رقم 474 من قانون الإجراءات الجنائية المصرية على أن تنفيذ حكم الإعدام يتطلب إجراء خاصا في أحد السجون العمومية بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن، ويتطلب إذاعة حكم الإعدام على الهواء إصدار تشريع جديد من مجلس النواب بتصديق من رئيس الجمهورية لبث الإعدام عبر التلفزيون. وحدد القانون 3 أشخاص فقط يحق لهم حضور أثناء تنفيذ حكم الإعدام. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: هل بالفعل غادر والد نيرة المنزل هو وزوجته؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.